وبالمناسبة أكد المدافع الأيسر لشبيبة القبائل هواري فرحاني أنه فخور بحمل الراية الوطنية من بوابة المنتخب العسكري رغم استبعاده عن المنتخب الأول، مرشحا في نفس الوقت أشبال لكانز لتحقيق نتيجة جيدة في الجابون رغم ضغط الأنصار. هذه الرايه الوطنيه كما تشوف سما وين تشارك مع الاكوب دافريك ولا كوب ديمون هذه مع المنتخب العسكري، سما انا كنت نستنى فيهم وحده فيهم، الحمد لله سما وين هما داروا القائمه تاع كوب دافريك، سما دوك نخمم انا كوب ديمون هذه باش نحقق الانجاز هذا اللي يستنى فيه، والحظوظ باينه دوك سما نقول راهم عليهم شويه الضغط وين الشعب راه يطالب بكاس افريقيا هذه. احنا ان شاء الله احنا سما دايرين كونفيونس في الفرقه هذه اللي راح تشارك في كوب دافريك، احنا على بالنا باللي راح يديروا حاجه ان شاء الله في كوب دافريك تاع غابون.